مع انطلاقة صافرة الحكم الذي بدوره يراقب الساعة وتبدأ هذه المواجهة لرؤية أول المتاهلين إلى دور نصف النهائي. ليث الصايغ يلعب الكرة الآن في راسية ولكن مرت بسلام، يبحث عن مساندة، واحد اثنين ثلاثة إلى ليث بتمريرة في خطورة فيها جمال الخريشة، جمال عكسية، جمال عكسية، متابعة في الجول، حسني أبو سير، هو حسني يا حسني، حسني يا حسني، أداء عالي وجميل، حسني أبو سير يتقدم بهدف لآيرس لاينز على أرضية الميدان. مريرة أخرى ليث الصايغ، ليث واحد، يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الكنترول وسيف في الاستلام، وهنا جمال، جمال 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 على واحد على اثنين، عكسية فيها جول على العارضة في هذه اللحظات لتسلم في الجهة اليسرى، جمال الخريشة طولية إلى الأمام، يا سلام يا سلام يا سلام، وبالربضي على واحد على اثنين على ثلاثة، تمريرة ولكنها لم تجد متابعة، كرة تلعب الآن تسديدة ولكنها مرت بسلام، هاشم، وهكذا يعلن الحكم عن نهاية الفترة الأولى بتقدم آيرس لاينز بهدف مقابل لا شيء، ونحو الحلم الأكبر في هذه المواجهات القوية، في هذه المباريات القوية. هنا الاستلام عبر حسني أبو سير، عكسية خطيرة في الجول في الجول في الجول في الجول في الجول، يلا 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 يلا، تسديدة ولكن هذه المرة ترتطم في اللاعبة، تذهب بدورها إلى خطأ وركلة ركنية. فهكذا تخلق المساحات، وهكذا تخلق الهجمة المرتدة، وهكذا تخلق التسديد، والجول جول 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 أوفسايد. البوريني هل يفعلها وينقذ الفريق أم يضيع هذه الكرة؟ تلعب جول بوب الربضي طولية، انطلاق لحسن، حسن محمود على الجهة اليمنى، يا سلام طولية فيها 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 فيها، هو جنون هذه المباراة، مجنونة 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 رأسية يزيد صافي. في هذا الأداء وفي هذا المستوى في هذا الأسلوب يقدم دور كبير جدا في رأسية يزيد، يا إلهي، الكرة التي كانت كانت وكانت وكانت وكانت، هذا المرة بوب يأتي بهدف ثالث، بوب يأتي بهدف ثالث، بوب يأتي بهدف ثالث، ليتقدم آيرس لاينز بثلاثية بوب هذه المرة. تلعب الآن سريعا رأسية فيها 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 فيها، هدف في مرمى، هدف في مرمى، هدف في مرمى، هدف في مرمى، وهكذا يعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز آيرس لاينز وتأهلهم إلى دور نصف النهائي على حساب آيرس إيجلز.